الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحلقة اللي نتكلم فيها بحث عدلته مثلا في واجبنا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا ما هو أهله. وياك مثلا عدة مسائل، منها طاعته صلى الله عليه وسلم، واثنين نصرته صلى الله عليه وسلم، ثالثا محبته صلى الله عليه وسلم، رابعا تبليغ دعوته صلى الله عليه وسلم، خامسا كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، سادسا التعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وتعليمه ما للناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الله المستعان وبه ثقتي. الحمد لله القائل عز من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم، الذي قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أولا من واجبنا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم طاعته صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله تعالى طاعته طاعته وموافقته موافقته. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اثنين نصرته صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. صدق الله العظيم. وقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. وقد قلت أبيات في مناسبة ماضية مثلا حول الرسوم، وهي: أهل المحبة بادروا التنديدا، حزب الضلالة عاود التهديدا، نشروا رسوما لا تليق بأحمد صلى الله عليه وسلم، ذاقوا البلاء والخزي والتشريدا، إني بريت من الشقي وفعله شلت يداه وصفدت تصفيدا، الله أكبر فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم طمس الضلال وأسس التوحيدا، أثنى الإله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ألهم التكبير والتحميد، أثنى الإله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ألهم التكبير والتحميد، ذاك الشفيع مبجل ومعظم وممجد في كتبكم تمجيدا، إني أحبك يا حبيب محبة أرجو بها التوفيق والتسديد، فلك الوسيلة والفضيلة واللواء والدين قد شيدته تشييدا، هبوا لنصر نبينا وشفيعنا في ذا المقام وأيدوا تأييدا، ولتنصروا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولتخذلوا التنصير والتهويدا، قوموا لهذا الدين صفا واحدا دينا حنيفا واضحا ورشيدا، ولتتقوا ربا كريما راحما بالمؤمنين وقادرا ومريدا. ثالثا محبته صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الحديث الذي رواه البخاري. وذكر في الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وفي حديث آخر: من أحبني
فقد أحب الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله. ومحبته صلى الله عليه وسلم أن يكون مثلا أحب إلى الإنسان من نفسه ووالده وولده وزوجه وماله وأهله والناس أجمعين، وأن يحبه لذاته صلى الله عليه وسلم حب تعلق وفهام، ويحب مثلا سنته أيضا صلى الله عليه وسلم، ويقتدي بآثاره قولا وفعلا. فالصحابة رضي الله عنهم الذين عاشروه صلى الله عليه وسلم أحبوه إلى حد الهيام، ولم يبالوا أن تضرب أعناقهم وهو صلى الله عليه وسلم آمن في مكانه الذي هو فيه لا تصيبه شوكة تؤذيه، بدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله تحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. الحديث رواه البخاري وأحمد. فالخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكتفي بالاتباع والامتثال الذي لم يجاريه فيه أحد، ما يتحدى حامله الامتثال ولا اجتناب، من أن يثبت أنه مؤمن حقا بقوله: أنت والله لأنت أحب، أنت الآن أحب إلي من نفسي. ومن حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصة زيد بن الدهنة رضي الله عنه لما أخرجه المشركون من الحرم ليقتلوه، قال له أبو سفيان: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن يكون مثل محمدا الآن عندنا مكانك؟ أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت آمن في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أني آمن في أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه يصاب بشوكة تؤذيه. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا في سيرة ابن هشام. وقصة الأنصارية رضي الله عنها هي امرأة بني دينار قتل أبوها وأبوها أبوها وأخوها وزوجها ولا يوم أحد مثلا ولا سولت عن أحد، سولت الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت قالوا لها: هو بخير؟ فقالت: أروني حتى أنظر إليه، إلي نشوفه. قالت: من شافته قالت له: كل مصيبة بعد كجر. رواه البيهقي في الدلائل وسيرة ابن هشام. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقد قلت في مثلا في هذا الميدان في المحبة: خليلي إن الشوق في القلب قد نما، وحب حبيب الله في القلب خيما، حبيب به ضاء الزمان وحبذا، حبيب به ركن الضلال تهدما، عليك بحب الله مع حب أحمد، فمن ذاق طعم الحب أطحام نعما. رابعا تبليغ دعوته صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، صدق الله العظيم. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، حديث رواه البخاري. خامسا كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، الحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم وفيه قبضه وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد بليت،
فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد وغيره. مثلا مولي من المسائل، مثلا مولي التعرف، سادسة التعرف، التعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وتعليمه ما للناس وخاصة الأبناء. تعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم، التعرف على سيرته لا بد مثلا من تعريف سريع بنبي شفيق صلى عليه السميع صلى الله عليه وسلم. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة. ولد صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين اليوم 12 من ربيع الأول عام الفيل على المشهور، فكان أسعد يوم طلعت فيه الشمس. وظهرت عند مولده صلى الله عليه وسلم عشائر. وكذلك مثلا مرضعاته صلى الله عليه وسلم، أولا أرضعته أمه صلى الله عليه وسلم 7 أيام، وبعد ذلك ثويبة بابن لها يقال له مسروح، وبعد ذلك أرضعته حليمة السعدية مثلا مشات به شهر أهلها بني سعد، فرأت البركة مثلا في مثلا عادت مثلا غنمها تروح مثلا من اللبن. وكذلك هم منين قبضته اصلا، بل منين قبضته دارت بزوره الرضع، ورضع ولدها كان يبات مثلا يبت به شوء. وكذلك حمارتها كانت تبقى عن الحمير منين دارت عليها النبي صلى الله عليه وسلم على التير القداميه، وعاد اصحاباتها يسووا له كان حمارتها اللي قويه سابت والله، ودارت عليها البركات مثلا مده وجود النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ومن يعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعامين وشهرين شق صدره الشريف وخرج منه حظ الشيطان، وكما في الحديث. وكذلك مولي من عاد النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جابته حليمة السعدية رته أمينة بنت وهبين، مشات به أمينة بنت وهبين سورة المدينة المنورة تزور به أخواله وهم مولي عبد الله مدهوهم. ومن عاد راجع عند بلدين قالوا الأبوات وفيت، قبضته حاضنته أم ميمنة وجابته جده عبد المطلب وجابته له وكفله. ومنين عاد مثلا وكان يكرمه مثلا غاية الإكرام، مثلا عنده لويش ينطرح له مثلا في ظل الكعبة ويقعد عليه الله وحده. ومنين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخليه يقعد معه ويقول عن ان لابني هذا الشان، مثلا على مثال له مثلا تظهر اخباره. واصلا هو اللي سماه محمدا، وكانت مثلا معات مثلا العرب هم يسموه محمدا، قال انه حلم حلم عن بدله من نسل وشجره جهه الغرب، وحكاها لحد كناه وقال له عنه له فيسرون، وقالوا عنه له يخلق مثلا فيسرون نبي. ومن عاد النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من السنين توفى، من عاد النبي صلى الله عليه وسلم بو 7 سنين توفاها أمينة بنت وهب، ومن عاد بو 8 سنين توفى جد عبد المطلب، ووصى عليه أبو طالب عمه شقيق أبيه وكفله. وكان مثلا يكرمه ويحن عليه، خاصة لما بعثه الله رحمة العالمين كان مولي مثلا ينصره نصرا نصر متين مثلا ومعاه في المواقف كاملة. من أين الصلاة كفله؟ عاد قال عنه مثلا حدثت أم أيمنة أنه مثلا ما كان مثلا يشتغل بها اللي يشتغل به الأطفال عادة، هو مثلا يزول وزول الطعام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما قد قالت عنه شك من جوع ولا عطش. وكان أبو طالب من يعود مثلا يدور يشبع عياله ويحرينه النبي صلى الله عليه وسلم ويوكل معهم ويشبعوا كاملين، ومن يعود له يرواه من اللبن يختيرهم يرواه، مثلا عنده آلة مثلا كفر سلاة كبيرة ينحذب يعني فيها مثلا احنا في اللبن ويسبك فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويرواه انه كاملين، وبدل عنه كان الواحد منهم يقدر يشرب وحده. ومنين عاد النبي صلى الله عليه وسلم ابو 12 سنه سافر مع عمه وابو طالب سور الشام، ومنين سير للشام عرفوا ابو حيره راهب بصفات النبوه اللي فيه مثلا، وقال لك الشجره ما قط قاعد تحتها ما هو نبي، عرفوا وناداهم مثلا عدل لهم الادويه وليمه طعام، عدل لهم الطعام وناداهم كاملين وقال لا يبقى حد. تو قال النبي صلى الله عليه وسلم عند متاعهم منين جاءوا كاملين،
قال لهم كان بقى منهم حد قالوا له بقى غلام، قال مثلا هو قام المنادي بسببه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم عنهم سيبوه من يسابوه سولوا ابو طالب نسبوا للراهب ابو طالب كان هذا والده سالم، قال له عنه سالم، قال له هذا ما لا ينبغي عنه عضو والده سالم، قال له هو يصدق، قال له انا عمه، قال له سولوا الصلاه مثلا عنه عنه سالم مثلا عنه سولوا الاسئله سووا عن الاصنام، قالوا هذا ابغض لي مثلا ابغض لي مثلا سووا عنه. وثانيا قالوا عنه اختاري نعت له كتفه الشريف يوصف خاتم النبوه. تو تاكد من هذا وعرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي المختار المبعوث اخر الزمان. تو قال لابو طالب عنه يمشي ردوا خوف عليه من اليهود. لا من مشاو مشاو اليهود وقفوا تحت الصدارة اللي كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم مثلا اخبار وفي الكتب مثلا. الكتب التورية والإنجيل. هو من عاد النبي صلى الله عليه وسلم بو تقريبا 20 سنة حضر مثلا الحرب مثلا الفجار حرب بين قيس وبين قريش، وكان مثلا ينبل مثلا مع أمامه مثلا النبي مثلا معناها يجهز لهم الرمي، وبذلك تعلم الفروسية مثلا والشجاعة. ومنين عاد النبي صلى الله عليه وسلم ورا ذاك تقريبا 3 أشهر خرج حلف الفضول مثلا تعاقدوا بطون قريش عنهم مثلا ما يخلوا مظلوم مثلا مكة يوقفوا مع مظلوم مثلا لين ينصروا عند مائدة عبد الله عند دار عبد الله بن جدعان، وحضرها النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا رياك والله لو مثلا عنه مثلا بوحت لي يكتب مكارم الاخلاق والله لو دعوت به مثلا في الاسلام لاجبت كما قال صلى الله عليه وسلم. وبه النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الاخلاق. ومدحه الله تعالى بقوله وانك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم. ولله دار القائل ايضا يا مصطفى من قبل نشات ادم والكون لم يفتح له اغلاق، يا روم مخلوق ثناك بعدما ثنى على اخلاقك الخلاق. هم من عاد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ورياك مثلا ورياك بشيء 24 ولا ذاك، من عاد النبي صلى الله عليه وسلم ورياك سافر مجلس السفر ثاني سور الشام افتسار الخديجه بنت خويلد معها غلامها ميسره وربي حارب حان عظيما وشاهد فيه ميسره عنها، كان مثلا كانت تظل مثلا هو قال في قرة أبصار تظله الأملاك في المسير حين اشتداد الحر في الهجير. شاه مثلا عجائب ومن يحكها لخديجة بنت خويلد، ولذلك مثلا لذلك مثلا خطبته لنفسها. ومن عاد النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج خديجة بنت خويلد، هو أبو 25 سنة وهي أم 40، وتبار منها مثلا من الأولاد ورزق منها الأولاد القاسم وبه كان يكنى، والطيب والطاهر وابراهيم وعبد الله ولقب الطيب والطاهر وابراهيم مماريه قبطيه، وشبار منهم البنات فاطمه والزهراء بطلته صلى الله عليه وسلم وزينب ورقيته ومكثه. ومنين عاد النبي صلى الله عليه وسلم بو 30 سنه خرجت رقيه خرجت زينب، ومنين عاد بو 33 سنه خرجت رقية، وهذا العام خلق علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. ومن عاد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة ارسله الله ورحمة للعالمين. كان يتعبد بغار حراء، نزل الله عليه سورة اقرأ باسم ربك الذي جاءه جبريل عليه السلام، جاءه سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فآمن به قوم من قريش وكفر اكثرهم. وكان الكفار يفتنون المؤمنين ويعذبون من قدروا على تعذيبه، حتى خرج الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة فأسلم وأكرمهم. ولما مات النجاشي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته وصلى عليه. ومن عاد النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا العام اللي هو عام 40 خلقت فاطمة الزهراء. ومن عاد تقريبا عام 50 توفيت خديجة بنت خويلد وابو طالب، وهذا العام يسمى عام الحزن. ومن عاد وراء ذاك مشى النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بذرت وراء ذاك مشى قاس حقيق مثلا يدعيهم الاسلام مثلا اولاد سيهاب ولا عبد الله، وشاه ملك الجبال وقال له مثلا كانوا مثلا
انه يامر مثلا يرد عليهم الاخشبين، قالوا مثلا عنه راس يعني خرج الله من اصحابهم من يعبدوا الله، ما ارحمه صلى الله عليه وسلم واكرم. كذلك ملم من عاد النبي صلى الله عليه وسلم ابو 50 سنه جاءت جن نصيبين وتمسلموا عليه، كان مثلا من زمن موسى عليه السلام. ومن عاد النبي صلى الله عليه وسلم ابو 51 سنه وسري به، ومثلا جاءت معجزه الاسراء والمعراج. الاسراء مثلا اللي فرق معروف. من عاد النبي صلى الله عليه وسلم ابو 53 سنه هاجر سور المدينه، وراك في المدينه هو فيها 10 سنين اللي هي جاءت 63 سنه. وكان صلى الله عليه وسلم يشب على محاسن الاخلاق بعيدا من اقدار الجاهليه وعاداتها، فكان افضل قومه مروءة واحسنهم خلقا واشدهم حياء واصدقهم حديثا واعظمهم امانة، حتى اشتهر بين قومه باسم الامين. وكان صلى الله عليه وسلم واصلا للرحيم مكرما للضيف عونا على البر والتقوى، وكان ياكل من نتيجة عمله مقتصرا من الدنيا على قدر الحاجة. وهكذا حال الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، لم يشغلهم الله تعالى بامر الدنيا الا على قدر الحاجة، ليتفرغوا لما اراد الله تعالى منهم من ارشاد الخلق إلى طرق السعادة في دار البقاء والخلود. ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في بدء دعوته؟ كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب ويدعوهم إلى الإسلام، حتى استجاب له الخزرج الأوس والخزرج وهم الأنصار على أن يحملوه إلى بلادهم وينصروه. وقال العلامة ببها: وقد أقام المصطفى قبل السورة في الحرم المحروس في أم القرى 10 وعامين بلا مزيد، يدعو إلى مجرد التوحيد. وهنا وحين بالهجرة طه الهادي، خطيب جاء الأمر بالجهاد. ومثلا إلى أين هاجر صلى الله عليه وسلم؟ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوصلها يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وهو أول عام من تاريخ المسلمين. وهاجر عليه من بقي من أصحابه، واجتمع المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وأعز الله الإسلام. فمكث صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، حتى بلغ رسالة ربه وأكمل الله دينه وقبضه إليه بعد أن خيره بين الموت والعسى، فاختار لقاء الله تعالى وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وهو ب 63 سنة صلى الله عليه وسلم. وجزاه الله عنا ما هو أهله، ودفن ببيت عائشة رضي الله عنها، وهو الآن جزء من مسجده النبوي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي الشريف. وقد مثلا قلت تهيدينا مثلا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وجامع مجلس من السير. بسم الله يا جلال الكمال الرب الفتاح، وصلي على سيد الرجال ونفوز بالمدح ونعود مداح. ما كيف تحد سابقوا في الرجال ولا اللي راها بدي وراه، وخلق في الربيع ذا الهلال وضات الدنيا بقاط مسباح. شوف هيك نار فار سهر الظلال بقاط رمى تسفتوا الرياح. لبس بحير الكنز ولا ويوانك ويوان كسرى القد الجبال قام يدقدق ما حنا الصباح. لبس بحير الكنز ولا العادل بحير الله كيف السطاح، ونجي حليم الدول الاطفال وباو عنك ما راوا النجاح. باس السعديه بكل كمال وبكل جمال وبكل صلاح، وكفلك عما كذا اللي كفال ومن يرسل تعدى الكفاح. وكفلك عما كذا اللي كفال ومن يرسل تعدى الكفاح. ومقيست الشام لو ليلتن قال للسلوب وحياره وعاد جناح. وعاد جناح وانت في غاية الخلق والتعدال، وفي شبابك كباح سباح مبغض عليك الاصنام لانذال عاصمك ربك من كل السفاح. ومنين عاودت للشام ترحال جات معجزة فم الارباح، ومعجزة ام الليات تغلال ما يسهر يروي اخبار صحاح. شافت خديجة ذات تمجال قافت مغافت الدور شي صاح. عادت من حامدين ومن الال خاطي ابراهيم وكال صلاح. وعبدت ربك حق الكمال بغار حراية طب الارواح. لين جاك في زاد جبرائيل جايب الوحي مصاحب الفلاح. والقرآن ترتل وترتال معجزة عاجزة والفصاح. وآمنت خديجة وبادل المال وانت توضح للناس توضح شريعة الله الناس ضلال تدعيهم وانت ودوا الإصلاح. وآمن الصديق من دون سؤال حيدر وبلال لرباح، وزيد وياسر ومعاه العيال والسابقين للإيمان رواح. ومن حمزه ونزاح لخيال، ومن الفاروق وعليهم شاح لك على المشركين ثقال، وارتفع على الدين عاد به الافصاح. وهاجروا المهاجرين بكمال النجاشي والجاه ارتاح، وهاجروا الزوجات والآلف في الحال والصحابه عن ذي البطاح. وعن ذي الهجره شديت رحال والصديق بكبيه الافراح، وطلعت الغار الشبه محال طلوع وقد توك الصحاح.
بنات الرتل الرابفه على الحمام بيض طارح جناح والمشركين ما راوا مجال عجزته بقالها الا الافراح. نعوذ بالله كارين بالمال طارحين للبال وفرس سراقه ساخ وصاح شات ام معبد غارس قبال وعوشي سدرالها شاف صحاح وبايعوا كرن صار بيعتين تيوال بيع خارصة وعندهم سلاح ومشيت مصحف شورو وكتب طال وامنوا بيك وعاد ذاك مفتاح وبقات الانصار معدل الحال واقفين في من الصباح الى الرواح انتظروا مشيك جايين قبال وقربتهم جابر الشراح طلع على البدر وذيك تنقال على حيا اخوتي على الفلاح راعي بينا صاصر ملقايل الزوال مرحبتي بيك رؤوف صفاح والانصار متحصل في متحصل وابو ايوب حظ ورجاح والناقة ما شلافت الجوال وما مراد جابوه ملاح وبنيت مسجد ومفيت الأرذال جاهدتهم بالسيوف والرماح ذاك يوم بدر ليوم قتال قام بجيش الكفار النواح 70 مكتلة فهم تقتال واللي أسار فيه جراح ويشاك شل دمو وشال ويشاك من فوق زامل وطاح وبنيت وفتحت بلدان كان الاتصال ما يصح شورها يا غير عطاح بينت الحرام بينت الحلال ما تلشي بهذا الدين ما وطاح شفيعنا اليوم كل حد قال نفسي نفسي ما تلشي صاح ولا نسامع فيك وكل اقوال نتوسل نبغيك قول يا كباح ولا نسامع فيك وكل اقوال نتوسل نبغيك قول يا كباح ساجدي بيه كل سؤال يمر الكرم والانفاح وانا زاد يا كريمي والخصال زي زائرك يا الرسول صلى الله عليه وسلم لك الاصلاح على الحال كامل مع المآل ورضا الله ورضاك والصلاح انا وشيخي كل شيء يسهال واهلي والمحبين لقحاح وانا زاد يا كريم والخصال زي زائرك يا الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاح على الحال كامل مع المآل ورضا الله ورضاك والصلاح انا وشيخي كل شيء يسهال واهلي والمحبين لقحاح والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. انتهت هذه الحلقة من قراءة في كتاب أوصيكم ونفسي بمحبة النبي محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتقوى الله تعالى وتعلم من وجه الله سبحانه وتعالى.